السلام عليكم كليان ديالنا كما العاده بالنسبه للناس اللي كيسولوا على جوهره. كنا دوزنا لكم واحد الموديل، دابا موديل جديد اخر كما العاده. السي حسين صباح النور عليك. هذا واحد التشكيل جديد ديال جوهره، شي حاجه غزاله، زوقه جديده، والثمن راه كيف العاده. الميتراج راه غني على التعريف، لا كاليتي راه شي حاجه غزاله، حرير كتجي اون بياس ما كتبينش، الظهر ديالها رطيطب. انا غنحاول نطلق لك الاولى ومن بعد نبراوك في اللوينات. هذه اطلاله خفيفه هذا الصباح، هذا بدايه اسبوع موفق للجميع. شوف معنا الجوهره السي حسين، شي حاجه غزاله غزاله غزاله. تحت الطلب الناس اللي كتسول على الباندا عريضه، هاي دخلت فيها زوقه جديده، الثمن غزال اللي هو 250 درهم فقط. الثمن 5000 ريال السي حسين. 5000 ريال. العنوان راه الحي الحسني شارع افغانستان، البدايه ديالو الرقم 50 قرب محل الكره. هي المغمورة كتجي على الطول ديالها بحال هكا، وطلقتها لك باش نعطيك اللون. أنا حبيبي كتجي غزالة غزالة، أون بياس مكتبين ما والو، تجي قفيطين تجي قميص، بغات دير لبساتك شيطا كنيديرة فراشة كيف ما بغات تخدمها، كتجي غزالة وطايحة ورقدة. دابا غنبرعوك في اللوينات، ما فيها شي حاجة كثيرة، كيما نبرعوك في اللوينات دابا. أنت السي حسن تفضل معايا. عشاق الأناقة، جوهرة غنية على التعريف، لا يعلى عليها وما كديمونداش، توجور على طوندونس. الاختلاف ديالها هو الزواقات والشكال والاختلاف ديال الخياط. شوف معنا هاد الشكيل هذا تا هو، نحاول نزرب عليك شوية باش نعطيك اللوينات السي حسين. شوف معايا عاوتاني هاد اللوين شحال غزال، صراحة كاع اللوينات ديالها زوينين، شي حاجة غزالة غزالة طوب. شوف الشويب هذا كيفاش داير، هذا لون ضاوي، هذا يمشي مع السميمرات مع البيردات. واللي بغات الميتراج كثر راه دايره كاين في الرولو، بغات ليها ولا بنيتها، بغات دير بشي عبار سبيسيال، بغات دير شي كوب ديالها بشي لمسه مودرن، مرحبا ما كاينش مشكل. الثمن راه 250 درهم. ليفغيزون في كازا كي العاده راه كاينه، خارج كازا عبر الامانه تا كتوصلك السلعه ديالك عاد كتخلصها. الصوت ديالي باح شويه وديت علينا السي حسين. شوف معايا لا كولور شحال غزاله، انا كيحمقوني بحال هاد اللوانات اللي تيكونوا فلاشي، حيت في الخدمه تيطلعوا شي حاجه زوينه، كتكون لومينو ضاويه. شوف معايا لاكولور غزاله غزاله. انا بغي نفرح امي تشوف شي قميص، هذا بحال نيود بحال شي حاجه زوينه كلاسيك، لون ادمي كي تنقولوا. هذا ولي تيقولوا للناس الشمال الحمامي، ياك اسي حسن؟ الحمامي هو هذا. زربت عليك شويه، كيف جاك الشكيل اللي دخل حسين؟ زوين صراحة، فيه لمسة جديدة مختلفة، الزوقة ديالو زوينة، الناس اللي ما بغاتش الباندا سامبل بغاتها مزوقة، هي دخل في هذا الشكيل تا هو غزال صراحة. الثمن راه هو هو، عودناكم على 250 درهم، 3.5 تبرعي ولا سير مع راساتك. هذا اللي بغا عنده شي عروسة إن شاء الله ولا شي فرح ولا شي زيادة ولا ها أنت حبيبي. شوف معايا اللوين تا هو شحال زوين، اللوينات ديالها غزالين الصراحة، لي كولوغ باستيل كامل. شوف معايا هذا واحد الكري جديد، كري مزرق، شوف لمسة أنيقة وجميلة. كاين عاوتاني هاد البلون كاسي تا هو، تا هو لوين رائع. هذا غوز بيبي، عاوتاني هاد لاكولا غادي حتى هي مزيونة كي تنقولو. هانا حبيبي تبرع ليا مع راساتك، راه شي حاجة غزالة، ملمس رائع، رطيطبة، و الثمن معقول. هانا حبيبي الملمس راه رطيطب، فيها واحد الملمس رائع زويون صراحة. شوف معايا هاد لاكولا حتى هو لي ديغيفي ديال الموف، لون جميل. كاين عاوتاني هاد اللون هذا صباح الخير، كاين عاوتاني هاد اللوين هذا لون راقي تا هو، كاين هاد لاكولور تا هي شويبة، لوين أنيق تا هو، وكاين هاد لاكولور تا هي غزال الصراحة. وهذا هو آخر لوين السي حسين، اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه، واللي ما خداتش تاخذ في محسن ان شاء الله. ما تنساوش الجيم والبارطاج، ونستودعكم الله.